السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. 2.5 عندي مشكل ديال الحرارة، ياك عندي مشكل، يعني انا كنت بدلت لي اخر مره الكلاتش ديال الفان ولا الكوبلور ديال الفرفاره، الكوبلور ديال هذه المروحه، ولات يعني الاداء احسن، ولكن هذه القرعه هذه الريزرفوار ديال الماء يعني كيخرج بعد واحد المسافه تقريبا شي 50 كيلومتر تبدا تخرج هنا شويه ديال تبدا تخرج الماء، ما عرفتش السبب مناش كيدير ليا هنا الماء كنقلبها، وملي كنزيد كنزيد فيها كنلقى هنايا الماء طالع تيرتفع بزاف ويولي الفقاعات. انت هالغلاقه ديال هذا ما عرفتش واش الفالف، كيقولوا الفالف تكون فيه ما عرفتش واش الفالف قدام. المهم دائما هاد القرعه هادي الريزرفوار كتسير ليا المسافه طويله. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حسب فهمت انا هو يشكي من نقص الماء اظني، وعنده حراره، وبعد ما ركب الامبرياج نتاع المروحه، امبرياج فونتياتير يسموه هذاك، ولا تسخن عنده، ما عرفش اذا كان هو تسخن من قبل ولا من جديد، خاطر الصوت مش واضح، المحرك يخدم. المرة الجاية بالله وقت تحبوا توصلوا لي رسالة معينة صوتية، وقف المحرك ساعة قبل اشرح لي، وبعد عاود اشرح المحرك، معليش باش نبدا انا فاهم الموضوع، لان الصوت المحرك وصوت اللي بعث الفيديو يعني ما فهمتش الموضوع بالضبط. وبعث لي هو ما فسرناش حتى هو تفسير يعني كامل، اللي هو يشكي من الحرارة هذه من وقتاش وكيفاش، وعلاش بدل المروحة، وهل عنده نقص ماء بكثرة ولا لا، قداش تنقص تقريبا. كل الحاجات هذه هي اللي يلزم الواحد يفهمها، لأن أنا نحب الديتاي هذايا، نحب التفاصيل هذه المملة نحبها، باش مش عليها هي نبني الفكرة متاعي على عموما أنا باش نعطيه رأيي في الموضوع، اللي هو كان هو توا ورانا الاقطاع نتاع الراديتر نتاع القرعه او نتاع الخزان نتاع الماء نتاع البوتاي، وراهولنا وظهر اللي هو مهري، شفتوه من هنا مهري، ظهر من هنا مهري، شوفوه المكان هذا وفي السهم مهري، من زاد كيف مهري شفتوه طيب، يعني ما فيش وكذا، الدره هذه نفسها كلها طيبه، هي هذه كلها طيبه، شوف فيها طيبه كلها، مش نظيفة. ماذا به يبدأ بتغيير البوشون هذا اللي هو نتاع القرعة نتاع الدبوزة، ويشوف إذا كان هو عنده إشكالية أخرى ولا لا، لأن البوشون هذايا طيب يعني على الأخر، ماهوش شي يعني، حتى ولو المشكل مش منه لازم يغيره، لأن فيه إشكالية كون الكاوتش نتاعو يعني ما عادش فيه يعني مهري، نقول احنا يعني كل الاماكن مهريه مش كلها طيبه، ولهذا يبدا بتغيير هذايا الغطاء هذا، واذا كان يعني احنا ما فهمناش المشكل ولا حاجه يعاود يعمل لي فيديو ويفهمني على المشكل كيفاش، يعني عنده بالضبط عنده سلك ماء، قال عندي هواء في الماء، كيفاش يصير الهواء في الماء، ترى يورينا، لازم نشوف، لازم يحكي لنا، وفي نفس الوقت يوري يعني بعد ما يحكي لنا يفسر لنا والمحرك ساكت، ووقت وبعد يعاود يورينا على المحرك يعني على الطبيعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يعني هي مرسيدس دي 150 جابها لنا أخونا مصطفى، باش ركبنا لها موتور، يعني هو هنا نتو الحمد لله كملناها وسمعتكم صوتها. توا باش نسال اخونا مصطفى شنو كانت النتيجه وفرحان ولا لا. سي مصطفى كيفاش صارت العمليه وكيف جيت انت؟ والله جيت عقب ما الموتور نتاع الكهرباء نتاعي ولا ياكل برشا زيت،
ما خليت ما عملت قبل، بدلت عملت لي سوباب الكل، بدي لي سوباب لي جيت سوباب صرفت صرفت ما خليت ما صرفت صرفت، والنتيجة هي بيدها ما فماشي حتى حل. آخر حل جيت لسي مختار، عملت تليفون لسي مختار كلمته الحقيقة ما لقيت كل معاملة الباهية وإنسان ثقة ربي يستر، وهاي النتيجة تبارك الله قدامكم. معناتها وأنا فرحان برشا بالموتور كي عاود تخدم، ولات ارتحت مشكلة ودحت منها لا ريفيزيون لا حل. بالله تقريبا ما قديش خسرت سي مصطفى في جرة في جرة أنك أنت أنك أنت تحصل النتيجة تو معناتها ولا لا لا قبل 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 بل وصلت لي تقريبا زوج ملايين زوج ملايين وانت 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 تصرف وكلهم مشاو هباء منثورا مشاو هباء منثورا شو كلمه هذه انا ننصح فيهم ديما نقول لهم راهي راهي راهو الصرفان على الموتورات هذه راهو ما يصلحش صحيح يقول لك لا انت تحب تبيع الموتورات لا والحاجه الباهيه يقول نقول له انا مشيش من عندي والله وما تصرفش لا لا يا ربي يبارك لك شوف الموتور انا حضرت عليه هبطت في نهار وركبت في نهار وفي نفس النهار الحمد لله ومغدويك بحاول لك رجعت لقيته يخدم الموتور تبارك الله ما شاء الله الحمد لله اولا ربحا للوقت سبقت لي الفلوس وما سالتش عليه مش رجعهم لك ولا لا قبل ما تحضر الكرهبه بعثت لافونس وتبارك الله ما ثقه تامه وخلصتني والكرهبه ما زلت هنا وخلصتي وقبل ما تخرج الكرهبه قبل حتى ما فهمتني وتبارك الله النتيجه الحمد لله الحمد لله ربي يكثر منك الناس ربي يبارك لك الله يجمعين يرحم والديك بارك الله فيك خدنا سمعنا سي مصطفى تو خد منا ما شاء الله هكرد تور الحمد لله انت انت منين جيت سي مصطفى جيت من قربه قال لي كيلومتر تونس لهنا تقريبا فما 90 كيلومتر معناتها من قلت اللي بيعوا في الموتورات غادي والله موجود موجود بكثره موجود ما حبيت انا خاطر سي مختار ان شاء الله ربي ما شاء الله انسان ثقه مرحبا بك فهمني هذا اللي بين الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله يعني كل ما يجينا نروح فرحان ان شاء الله تنفعكم هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازال كل ما زيد يسخن كل ما زيد الصوت يرتفع رنة المرسيدس معروفة طبعا خدمنا الموتور شوفوا ما شاء الله يخدم ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله